هو بس على ان احنا برضو النادي الاهلي الحمد لله كمؤسسه احترافيه واولادها كده. يعني اول مره ما جيت انزل انتخابات على طول كان مشار اسامه قنديل كان مشار المجلس، كان حسن وكان محمود خطيب، فقدم استقاله مباشره، اعتذر عن الاستمرار عشان ما يبقاش فيه تضارب مصالح صله قرابه او تداخل مصالح او تضارب مصالح. فطبعا يعني تحرك من وجوده في هذا المنصب في ظل قرابه يعني قرابه درجه اولى مع وساهم في تفكير في تكوين تفكير، وده جزء من فكره ان الكل دايما بيفكر في ان الكيان يبقى ماشي بالشكل الامثل قبل حساباتنا الشخصيه او قبل حسابات يعني الامور الشخصيه. وده المفهوم اللي طول عمرنا احنا بنتكلم فيه كالاهلي فوق الجميع وفوقنا كلنا فوق اي من ابنائه اي حد من اولاد الاهلي، هو مصلحه الاهلي تعلو على المصالح الشخصيه. مصالح. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك عن عمليه التطوير. حضرتك قلت في هيكله لادارات كثيره بافضل شكل يحقق افضل عوائد للنادي واعضائه وجماهيره، وبدات حضرتك بالاشاره الى اداره التسويق. ماذا عن باقي الادارات؟ عارفين ان كان في كمان شغل كتير جدا على مستوى كافه الادارات التنفيذيه. تمام. هكمل حكي اللي هو الجزء المالي والاستثماري اللي هو تطرقنا طبعا فيه. طبعا ده مهم جدا. لاداره التسويق والشغل اللي بتعمله. طبعا لا نغفل عن الدور اللي بيقوم بيه الاستاذ خالد درندلي امين الصندوق، تقريبا شبه مقيم في النادي يعني الحمد لله، وبمفاهيم بيوظف خبراته اللي خدها على مدار عمره في المجالس او في عمله المصرفي. في من الحاجات اللي احنا بنبحث عن دايما عن افضل دخل يخش النادي الاهلي، افضل استثمارات تتعمل للنادي الاهلي. وده مش معناه احنا مؤسسه غير هادفه للربح، مش معناه ان احنا بنكون فلوس عشان الفلوس دي تخزن او يتم استثمارها كعوائد بس او كلا، لا عوائد للنادي الاهلي. لان يعني في مقوله دايما احنا عارفينها لرموزنا زمان، يقول لك احنا النادي الاهلي لازم نكسب كتير كفلوس، لازم نكسب اموال وعوائد كتير قوي، ولازم نصرف كتير قوي، لان هو دور الفلوس اللي بتيجي في النادي الاهلي هي للصرف على أنشطة الرياضية وكرة القدم واللي هي عصب، لأن زي ما بقول لحضرتك إن النادي الأهلي مش مجرد أعضائه، ده هو جماهيره اللي هي الجزء الرئيسي اللي كونت النادي الأهلي، هي جماهيره. واللي التفت وارتبطت بشخصية النادي الأهلي وزادت مع كل نجاح بيحققه. حتى لو هي مش موجودة في المدرج على فكرة، هي جماهير النادي الأهلي هي دي الشريك الرئيسي للنادي الأهلي بإداراته بكيانه بكل حاجة. يعني مع احترامي ضيق مع طبعا الجمعية العمومية العضو الأصيل وي وجماهير النادي الأهلي هي دي اللي كونت اسمه، هي الحافظة، هي حامية النادي الأهلي. واللي كونت حجم هذا الكيان طبعًا الناجح طبعا. نعم. وده مرتبط بالنجاحات اللي حضرتك